طيب خلينا بقى نقول ان مباراة النهاردة لا تقبل القسمة على 2 بالنسبة للزمالك، يعني بترو اتلتيكو 7 نقاط، الوداد المغربي 6 نقاط، والزمالك معاه نقطتين. لو النهاردة عرفوا يلعبوا ماتش محترم ويجيبوا نتيجة زي ما الزملكاوية مستنيين، في 3 نقطة كمان هيتضافوا ان شاء الله. اعتقد ان بعدها الامور هتختلف، حتى وان كان طبعا مش هيبقى قدامهم غير انهم يكسبوا في المباراتين اللي بعدها، بس يمكن نقول ان مباراة النهاردة بالمعنويات الجديدة بالطريقة الجديدة بالتاريخ اللي موجود، ان احنا يعني الزمالك ما خسرش قدام فرق مغربية قبل كده، اعتقد ان في سياق كده ممكن يقول ان النهاردة اليوم ممكن يمشي كويس، يعني ما فيش حاجة من الزمالك، وفريرة كمان ما خسرش قدام يعني مغرب قدام في مصر قبل كده. صحيح، بالتأكيد الزمالك عنده الغلبة والتفوق دايما على الأندية المغربية، وحتى قبل انطلاق هذه البطولة كان مشواره مع الوداد كان الزمالك عنده التفوق أيضا، لكن هو الأمر بتحكمه أمور أخرى ليها علاقة بالتكتيك، ليها علاقة بالجاهزية، ليها علاقة بالدوافع والحوافز، ليها علاقة بالاستعداد الذهني والمعنوي والبدني قبل كل شيء. بالتالي يمكن نقول بنقول إن الزمالك النهاردة دوافعه وحوافزه أكبر، لأنه بيلعب من أجل هدف واحد هو الفوز. يمكن ده بيخلق ضغوط، ربما بتزيد الضغوط على لعيبة نادي الزمالك، وبتخفف الضغط على الخصم اللي عنده فرص أفضل، لأنه في كل الأحوال الوداد حتى لما بيخسر لما تيجي تبص على الجدول وضعه عنده أكثر أريحية، لأنه هيستقبل بيترو أتلتيكو على ملعبه، في حين الزمالك هيذهب لبيترو أتلتيكو في أنجولا، فالموضوع بيبقى أصعب وأعباء أكتر عندنا الزمالك. لكن خلينا نقول إن ناخد الموضوع خطوة خطوة. انطلاقة النهاردة مهمة إنها تعيد الثقة، تزيل الشكوك الحاصلة في الفترة الأخيرة أولا في العلاقة ما بين الجمهور واللاعبين، ثم العلاقة بين اللاعبين وأنفسهم وجهازهم الفني، فهي بداية لمرحلة جديدة، مش بس عشان حسابات مجموعة دوري الأبطال ومين هيصعد مش مين هيصعد، لا، علشان إعادة ترتيب البيت الزملكاوي مرة أخرى من جديد وعودته للمنافسة على بطولة الدوري. فأعتقد إن ده هدف واحد واضح جدا على اللاعبين. النهاردة الزمالك بيستعيد وبيسترد طارق حامد،